We made a lot of individual mistakes, many individual mistakes. ارتكبنا أخطاء فردية كتيرة عديدة. And collective mistakes. وأخطاء جماعية برضو. But we didn't have also, to be honest, the energies for this match. للأمانة ما كانش عندنا الطاقة إن إحنا ندي المباراة دي، نلعب المباراة دي. Yeah, I guess we lost a lot of energies in the previous game. لكن الماتشات السابقة بذلنا فيها مجهود كبير، فقدنا طاقة كبيرة فيها. Two and a half days back, so it was difficult. آخر مباراة من يومين ونص كان صعب طبعاً. Yeah, استكمل كل قواك. Yeah, the challenge is on losing important players again. تحدي بس من تفقد لعيبة مهمة تاني. First substitutions on Alouy and Akram. أشرف وأليو ديان كان كانت تغييرات إجبارية. But I think we should have wrapped the game earlier when Afsha had a chance in the first. كان ممكن نخلص الماتش بدري جدا من كوره افشل في اول دقائق. But then we needed to chase the game and we didn't have enough energies and لكن الجيم طول علينا وما كانش عندنا طاقه نكمل لغايه الاخر. But we can't make excuses because we knew that this team plays on a break on counter attacks. لكن ما نقدرش نعمل اعذار لان احنا عارفين الفرقه دي بتلعب على المرتدات، احنا عارفينها بتلعب على المرتده فرقه سموحه. The problem is when they score first then they will be more strong on the counter attacks. If you score first then they have to chase the game and open up, but we played into their own hands. للاسف طبعا عشان هم سجلوا بدري فالجيم بيتغير، مش مرتدات تضطر تفتح عشان تلعب، يعني الجيم اتغير تماما ما سجلوا، فبتلعب اكتر هجومي عشان تحاول تدرك التعادل يعني. Yeah, we should just accept the defeat. لازم نقبل الهزيمه. اتفضل. يا جماعه بعد اذنكم الاستاذ ماسك، بس لو معاكم ماسك كل اللي قاعد الاستاذ. طب قول لي الاستاذ الماسك بعد اذنك مين يسال يا فندم؟ اتفضل. عندنا ثلاث اسئله بعد اذنك، مين عايز يسال؟ سي كويشنز. واحد اثنين ثلاثة، اتفضل. احمد عصام سيركسو وز شناوي فيت 100% اي توديز جيم وي سو ذا سكند جول في هادز انف انرجي از يو سيد تو سيف ذا جول. سؤاله بيسال سؤاله بالانجليزي على طول، بيقول له طارق الشناوي كان جاهز تمام من المباراه دي، شفنا الهدف الثاني اللي دخل فيه ما كانش عنده طاقه كافيه انه يرجع وينقذ الكوره اللي اتلعبت الهدف الثاني اللي هو المرتد. Spoke to Shinawi and I asked him about his condition, if he's strong enough for the match. He says no, I'm good, I'm strong, I can play. قبل الماتش سالت الشناوي قلت له يا ترى انت قوي بدرجه كافيه او قادر تلعب المباراه؟ قال له انا تمام مفيش مشكله، انا قوي مفيش مشكله. هو ده الحارس نمرة واحد بتاعنا. وما زال هو الحارس الأول بتاع الفريق. ما أقدرش ألومه على الجول. اتفضل. سؤال تاني. اتفضل. حضرتك قلت في أول الـ beginning that إن أنت بتعاني من الإجهاد. يا طيب يا طيب يا طيب. طب أنت هتعمل إيه في المباريات القادمة؟ هتعمل إيه في النكست جيمز؟ The second game then after the medic, after that you have a queue of games in a row. Yeah, this is our life. دي حياتنا، هنعمل ايه؟ It is the program is like that. We have games left behind, so we have to catch up. البرنامج كده، احنا عندنا ماتشات مؤجلة فلازم نعوضها نلعبها. اتفضل يا فندم. سيف شحات بنشوفه دايما هنا. سيف شحات سيف هيم رايت سايد. ولكن بنحس ان هو فيل هيز مور افيشنت ان ذا ليفت سايد. بيفتح فيها مساحات للناس اللي بيشوفوا افريقيا ان جيمز لاست يير وي بلايد ان ليفت سايد. اهدافه ان وين وي سكورد هي سكورد فروم ذا ليفت سايد نوت ان رايت سايد. هي كان بنتريت اند جو تو ذا ليفت سايد. فعاليه مور افيشنت وين هي بلايد ان ليفت سايد ذان ذا رايت سايد. Do you think that he played in the wrong position today? انت حضرتك شايف ان هو لعب في مركز غلط النهارده؟ مكان غلط؟ انا بتكلم ان احنا دايما يعني مصرين ونروح في جبل مصر بيفتح. No, you said to play in the right side, but in the left side he's more efficient. He's more productive for that. So you want him not to play where he's been playing? You want him to go to the other side? حضرتك شايف ان هو سؤال بس عشان برضه اللي ما سمعش، بيقول له انت مصريين تلعبوا الناحية اليمين حسين الشحات مع الناحية الشمال سالفات بطولة افريقيا بيلعب الشمال بيخلق مساحات وبيخترق بافضل من الناحية اليمين وبيسجل اهداف، فهو بيرد عليه بيقول له انت عايز النهارده شايف ان لاعب مكان غلط تحب يلعبه ناحية الشمال مش اليمين؟
بيسأل حياتك. هو انا شايف ان هو دايما فعاليته كاكتر المور افيشنت وان ذا ليفت سايد نوت مش نوت اونلي توداي من اني اي تيك يور ادفايس بس يو شود هاف تولد مي بيفور ذا سيزون ستارتد بيفور اي ستارتد بقول مش هاخد بنصيحتك بس حقك كنت تقول لي قبل الموسم ما يبدا اي هير يور ادفايس تيل مي وين اي كام هير You should have told me, don't play Shahar. لما جيت أول ما جيت قلت تقول لي خد بالك بتلعبش مساحات ناحية اليمين لعب on the left. أفضل ناحية الشمال. Okay. Today, tonight we lose a match. You see, Shahar is no longer good on the. Where did he score the goal? بدل ما تيجي tonight. Where did he score? From the left. النهاردة جاب جول النهاردة. حضرتك شفت جابه منين من اليمين ولا من الشمال؟ From the right side. And that's where you want him to. عشان كده أنت عايز يلعب ناحية الشمال. He must not play there. Where he scored the goal today? أنا عايز يلعب في مكان تاني غير اللي سجل منه جول النهاردة. ما إن Not about talking about only today, but normally. Okay. Who else must switch positions? إيه رأيك ممكن أغير مكان مين تاني؟ ممكن مين؟ Who else? Any other one? في لعبة تاني عايز أغير مكان مع بعض؟ Okay. The decision is for you. It's just a proposition for you. Okay. I will take your advice. مش هاخد نصيحتك. Okay. Okay. Very very good advice. عايزين تفضل قائمه المصابين للنادي الاهلي تنون ديستو انجري واصابات النهارده عايزين نتابع اصابات النهارده غالي كابتن بدري بانون كان لا ماشي اسمه سؤال سؤال حاجه عايز قائمه المصابين الناس تعرف اسمائهم يعني ولا لا 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 عايزين نعرف بدايه عودتهم امتى امتى حالتهم يعني كابتن بدري بانون النهارده كان بيلعب وهو مصاب ولا ستيكس اوف ذا فايل انجري وين هي كام باك ان نوت اف وي لوست نون فروم ذا انجري توداي اند اي بدري بانون كده ده جيم يوز انجيرد ليه مش عارف اوفيد انا وانا عايز ده اربع اسئله كده طب سؤال سؤال نجاوب حته حته اوكي وين ذا بلاي كام باك ايه كام باك ان ايف ابدا وانت صعبه وهي ذا وان هو مش هيك اللي قلت له طلع مش هيك اللي قلت له طلع شريف في الماتش اللي فات لاست تايم هي سيد واي المره قلت له بتلعب شريف وانا اون ذا از نوت يو واز هي ذا سيم اه از نوت ذا سيم از نوت هيم ذا سيم So this you are saying we should now change positions, eh? And he's saying what? He said we must change Shahar, and then. طب ن ممكن نختار سؤال بس نجاوب عليه ماشي الأربع أو سؤالين كتير أربع. Yeah, the injuries of today. Who lost to them? Yes. Badru was half okay. Can and we asked him if does he want to move? وسألوا تحب تغير مكانك في الملعب بدل مع سوريا تلعب ديفندر وسوريا يرجع ورا يلعب بسرد باك قالوا لا انا هكمل is the load هو حمل طبعا الماتشات you will have injuries ما الحمل الماتشات لازم not talk about injuries tonight because we lost بس مش هتكلم عن الاصابات النهارده عشان خسرنا we won against Zamalek with many players out injured احنا كسبنا قدام الزمالك كان في غيابات كتيره جدا بسبب اصابات وما اتكلمناش عن الاصابات tonight because we lose I should make excuses النهارده مش هاخد اعذار عشان خسرت اقول الاصابات I'm not gonna make those excuses مش هاخد اعذار عشان كده and see how it goes we lost the match and we should accept the defeat احنا المفروض نكمل ونلعب برغم الاصابات احنا خسرنا مباراه ولازم نقبل الهزيمه When you lead some games with the high score, why didn't you give the opportunity to the young stars to prepare them for the season, especially you play seven games in 22 days. So we didn't give the opportunity for the young stars when you are leading from the score to prepare them for such position. I mean, everybody is playing, eh? هو لعب كله. وحضرتك قلت برضه السؤال هو بيقول who is not playing? For the young star coach. Who is not playing? Akram is not playing? Nasser is not playing? Young stars coach, young juniors, young stars. Kuka is playing. The other players, he is asking why we didn't give an opportunity for the other players like So Kuka. I should have put the young stars against Zamalek? Is that what you say? And the chef can put another Because the program is heavy? Before, when you are leading with a high score. Which score have we The aim in Matsfat Lihak Sibna Fiyam. Which match? Let's be practical. Tell me which match. Which match? هو بيقول لك اني المباراه اللي كنا كسبانين فيها بيسال حضرتك سؤال بيقول لك اني مباراه؟ نو ايه ده؟ لا